في تونسنا متاع بعد ما بون كي كنت حاضر انت ما تقالش الكلام الحصه إن بعد قال تصريح الكلام بتاع صاحبي ما سمعوا شنو قال. ما عمري كي نجيب جبت واحد حد قليل حياه كان تخلي البلاتو ما فقتش بيه لكن بشهاد سي صالح وسي مختار تخلينا في حالة سكر لو كنت كنت نعرف السيد هذا في حالة سكر للأسف ما عنديش مع مع, مع الخمور أنا كنت الناس نقول له البرة نحب نقول زاد البرشة توانسة وقفوني الأسبوع هذا في الشارع لموني كيفاش ما تردش المدعو عبد السلام السعيداني جوابي كان ما قلتش نتصور روحي جبت رئيس جمعية باندي وسكير من رواد الحنات ظنيت رئيس جمعية النادي البنزرتي من فئة المتربين من فئة سي حمدي المدب زاد عن ذلك عملت بأصلي وقلت عمري ما نطرد شكون جاي ذي في الداري حتى برشا كلام تقال في الحصه هذه صعب سلام ما عرفش خليك كنت تحب ترد علي. عليه ما ردش عليا نقول الراجل يحكي في الوجه وقت اللي كنت بحذاه بتقول لي انت هذه التربيه وانا شنو الا با وزي ويل الب... وي با باش يحكي خاطر عندي برشا حاجه نستنى فيه لتو باش يقدم قضيه خاطر كان باش يقدم قضيه انا عندي برشا حاجه ما تثبت نجم الحبس انت اتهمته خذها ما عندكم فلوس لكن قال خذاها في شكل استشارات اعطيني الاستشاره شنو اللي عملتوا معاه يوريني ما عمل سبونسور قال سبونسور جاي ولا وستعرف حتى بكلامه قال انا راني خذيت 500 دينار واللي هو مش المبلغ مش صحيح يضربوا في العشره ويقول خذيت هو استعرف حتى ب مش 500 دينار مش مشكل انت الكونتر بارتي تاع 500 دينار هذه شنو؟ كان انا عملت لك سبونسور كان انا كونترا مو انسان نظيف وتبارك الله كان انا كونترا كان انا حاجه وريول. وما نحبش نحكي عليه على خاطر السيد هذا كان نكر والعباد الكل معناها واحد مع بكل تواضع ما كي مشيت انا آه في بالي الحصه اللي من بعد باش يعمل لي معناها شهادة شكر لأنه لا قناتهم ولا برنامجه كان تفرج فيه العباد الفيديو الوقت اللي أنا تكلمت فيه طلعت له قلوا احنا الكوتا هو والقناة متاعه الكل نرمل مو شهادة شكر واف.